محمد زكي البتشي على 2850 صوتا. بعد جولة انتخابية ساخنة داخل أروقة نقابة الصحفيين المصرية، أعلن خالد البلشي نقيباً بعد انتخابات التجديد النصفي في جولة شهدت إقبالاً كبيراً، وتنافس بها 51 مرشحاً على مقعد النقيب وعدد من مقاعد مجلس الإدارة. علينا هو التفاوض على الحروب، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت الجمعية العمومية، عاشت الجمعية العمومية. وفي أول تصريح له عقب الفوز، تعهد البلشي أن تكون مهمته هي التفاوض على حقوق الجماعة الصحفية. هو مشهد ديمقراطي ويرسل رسالة أمل للجمعية العمومية بأننا نستطيع أن نفعل الكثير، معا نستطيع مثل ما قلت، معا نستطيع أن نعيد النقابة لأصحابها، أن تكون نقابة لكل الصحفيين وليس لفريق واحد، أن نكون سأكون ممثل الجميع نقيب لكل الصحفيين. هتافات وفرحة كبيرة ترددت داخل البيت الصحفي عقب إعلان خالد البلشي نقيبا للصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري. المنافسة كانت شريفة، وبالتالي النتيجة كانت حقيقية وكانت فعلا معبرة عن وعي نقابة الصحفيين. بقى أنا 53 سنة في قانون واحد، لسه ان تكون عضو في التحدي الاشتراكي ولسه موجوده زي ما هي ولا اخره، فبالتالي الحاجات دي لازم تتغير. مشكله الشباب اللي في المواقع الالكترونيه، ازاي الشاب يبقى شغال في المواقع الالكتروني وبيبدع وبيعمل شغل كويس وهو الاخر ما يتعينش، فدي برضو مشكله من ضمن المشاكل. المعاشات بقى مهم قوي، انه الواحد ما يتحل على المعاش يلاقي لقمه هنيه، يلاقي ستر. وكان أعضاء الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين قد رفضوا بند الميزانية لعام 2022 على أن تحال للمجلس الجديد، فيما عبر كثير من الصحفيين عن أملهم أن يسهم هذا المجلس في طرح حلول لمشكلات الصحفيين وزيادة الدعم المادي لهم. فصل جديد تكتبه هذه الانتخابات في عمر نقابة الصحفيين بعد انتخاب خالد البلشي نقيبا، انتخابات أفرزتها منافسة قوية بين 11 مرشحا على مقعد النقيب و40 مرشحا على 6 مقاعد لمجلس الإدارة. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.